السلام عليكم، معكم دكتورة منى الصيرفي رئيسة مركز فحص سالم التخصصي. نظمنا احنا ورشة الإسعافات الأولية مع التعاون مع عدالة الطوارئ الطبية، لأهمية الإسعافات الطبية الإنسان لازم يتعلمها لأنه ما يدري متى يحدث طارئ لأي إنسان ممكن ينقذ حياته، وهي هذه من ضمن الخطة التنفيذية منطقة حولي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ صادق كرم، رئيس قسم خدمة المجتمع في إدارة الطوارئ الطبية مراقبة التدريب. اليوم الحقيقة راح نتكلم عن دورة الحملة الوطنية في مسعف في كل بيت، وهذه أول دورة أقيمت في سلوى التخصصي للدكاترة الأفاضل والصيدلانيين وبعض الممرضين والإداريين اللي موجودين في هذا المستوصف الكريم. الحقيقة الدورة جدا مهمة، وإدارة الطوارئ الطبية وايد مهتمة في هذا الموضوع بشكل كبير، ونغلناهم على السوشيال ميديا، وحاليا وصل العدد تقريبا ما بين 4000 متطوع أو متطوعة يدشون الدورة، والدورة مجانية الحقيقة لمدة يوم واحد، وإن شاء الله راح نبلش بمركز التدريب إدارة الطوارئ الطبية، قاعد نسوي نفرز الأسماء ونحطهم في جداول، وإن شاء الله يصير في كل يوم دورتين لغاية ما نخلص الإخوان اللي اشتركوا في هذا، وهي تكون سنوية إن شاء الله بإذن الله. كل موسم راح نسوي هذه الحملة. هذا والسلام عليكم.